السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعداء بهذا اللقاء الرباني يجمع بيننا وبينكم على رحاب كتاب الله جل جلاله، وهو أطيب الكلام، أطيب الكلام كلام الله رب العالمين. ونواصل حديثنا في النظر والتأمل والاستنباط في الآيات البينات. كنا قد وصلنا إلى سورة الأنعام، سورة الأنعام التي ذكرنا تسمى أيضا بسورة الحجة. كنا وصلنا إلى الآية 99، ونواصل أيها الأحباب الكرام. قول ربنا عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء، فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآيات البينات من كتاب الله جل جلاله من سورة الأنعام هي استمرار لما ذكرناه بالأمس. ربنا جل جلاله يتحدث عن مظاهر الكون الدالة على وجوده وعلى قوته وعلى جبروته سبحانه وتعالى. ذكرنا في حلقة الأمس بأن الله تعالى له كتابان، كتاب مقروء وهو القرآن، وكتاب منظور وهو الكون من حولنا. ولاحظوا أيها الأحباب الكرام بأن هذه الآيات كل مرة ربنا يسوق فيها اسما من أسمائه الحسنى. ففي حصة الأمس ذكرنا عدة أسماء من أسماء الله الحسنى التي تدل على جلاله وعلى قوته وعلى عنايته ورعايته بعباده. بالأمس تحدثنا عن قدرة الله تعالى على إخراج الحي من الميت، وكيف يتصرف في الليل والنهار، وكيف جعل النجوم ليهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وغيرها من الأمور. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم.
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. لاحظوا بأن ربنا عز وجل في كل مقطع يذكر اسما من أسمائه الحسنى، وسوف نعمد بإذن الله تعالى على الوقوف عند كل اسم من أسمائه، وفيه الدليل والبرهان على قوته وجلاله، وفيه أيضا تأثير في نفوس القارئين كلما قرأنا الاسم ورددناه وفهمنا معانيه نأخذ قبسا من نوره، كقوله ذلك تقدير العزيز العليم. بالأمس وقفنا عند كلمة تقدير، أن كل شيء عند الله مقدر وبقدر، تقدير العزيز العليم. وقفنا عند اسم العزيز العزة والجلال، واسم العليم أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ونواصل حديثنا أيها الأحباب الكرام، أن ربنا لما تحدث عن النجوم والكواكب وعن البحار تحدث عن النفس وقال وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. فكل البشر خلقوا من نفس واحدة، نفس آدم عليها السلام، ومنها ربنا بث رجالا كثيرا ونساء. فقال فمستقر ومستودع. المستقر وهو الأرحام، نستقر لما نخرج من صلب آبائنا، نستقر في أرحام أمهاتنا، وبعد ذلك نستقر على كوكب الأرض. فمستقر ومستودع. المستودع هو ما بعد الدار الآخرة، هو المستودع يعني المقام النهائي وهو بعد الموت. فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، أن كل ما تقدم من الآيات الدالة على وجود الله سواء في الآفاق أو في الكون أو في الأنفس، كل هذه لا يستفيد منها إلا من يفقه سنن الله ويفقه جلال الله ويفقه ذكر الله. ثم ينتقل ربنا عز وجل إلى عالم النباتات. هذا هو موضوعنا اليوم، موضوع النباتات في القرآن الكريم. فقال جل جلاله وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه الآيات ربنا يستعرض فيها المنن الإلهية العظيمة. هناك منن وهناك عطاءات وهناك كرامات وأرزاق من الله عز وجل لعباده. انظروا أيها الأحباب الكرام إلى هذه السماء لما تحمل الماء، والناس في حاجة ماسة إلى الأمطار، يسوق الله تعالى السحب ثم يأتي الأرض القاحلة فتمطر فيها الأمطار وينبت الله فيها النباتات. هذه النباتات يأكل منها الناس والأنعام، الأنعام ترتع والخلق ينعمون أيضا بفضل الله وينبسطون برزق الله ويفرحون بإحسانه. انظروا لما يكون في المجتمع جذب وقحط ويأس، الناس تجدوهم في وضعية نفسية متدمرة، الماء شحيح وثمنه غال للسقي وللشرب وللغسل ولغير ذلك. لكن الله تعالى في لحظة يأمر السحاب فتصعد إلى السماء فيسوقها إلى الأرض القاحدة فينزل فيها الغيث، وهنالك ينبت الكلأ والزروع والتمور وينعم الناس وينعم الأنعام وبقية الحيوانات. فهذا ربنا قال فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني من هذا الماء الله تعالى يخرج منه الأشجار والنباتات والزروع والنخيل. أخرجنا منه خضرا، كل شيء أخضر، وهذا اللون الأخضر الذي ترى الأرض قاحلة سوداء فتراها مخضرة وقد أشرقت بنور ربها، وذلك النبات والخضروات والكروم
قال ربنا حبا متراكبا فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا، يعني الحبوب تنمو وتزداد وتتكاثر ويصير بعضها فوق بعض. هناك بر وشعير وقمح وذرة وأرز وعدس وغيرها من الخيرات، أصناف من الزروع، حبوب متعددة جميعها تستمد من مادة واحدة، من مادة المطر والتراب، زائد نبتة صغيرة جدا، وكل منها تبقى متميزة تحافظ على شكلها، لا يختلط بعضها ببعض، تظل الحبوب متفرقة، هي مجتمعة الأصول وكثيرة، ولكن لا يمكن أن تختلط، ثم تبقى متميزة لأن الله تعالى جعل بعضها للأكل وبعضها للإدخار، ويبقى الأصل للبدر فيما بعد. ثم قال ربنا بعد ذلك: ومن النخل من طلعها قنوان دانية. النخل، انظروا إلى النخل طويلة المقام وفيها الوعاء قبل ظهور القنو منها، يخرج منها الوعاء، تصور أن النخل يخرج منها الوعاء، يكون سهلا قريب التناول، وتكون متدلية من طلعها، متدلية، من أراد أن يأخذ الثمار ويقطفها هي تتدلى إليه بلا عسر، وكأن الله عز وجل سهل هذه الثمار لكي يتناولها الإنسان وينتفع بها. ثم ربنا جعل النخلة رغم طولها جعل فيها مراقي لكي يسهل الصعود إلى أعلاها، كل هذا تسخير من عند الله عز وجل. ثم قال: وجنات من أعناب والزيتون والرمان، يعني فوق كل هذه الثمار وهذه النخيل هناك جنات، جنات يعني مجموعة كبيرة من الأراضي الشاسعة فيها الأشجار الكثيرة النفع وفيها النوابت المختلفة. وذكر ربنا الزيتون والرمان والأعناب لأنها من أطيب وأنبل الفواكه. وهنا ملاحظة ذكرها العلماء المختصون في التغذية، أن كل غداء ذكر في القرآن الكريم ففيه سر من أسرار الله، فيه شفاء وفيه غداء وفيه أسرار لا يعلمها إلا خالقها، منها العنب، الأعناب، والزيتون، والرمان، كلها مذكورة في القرآن، وهي أيضا من طعام أهل الجنة بإذن الله تعالى، نكون وإياكم من سكانها. طعام أهل الجنة فيه عنب وزيتون ورمان. ثم قال: مشتبها وغير متشابه، يعني أن كل هذه الأشجار والزروع والكروم والفواكه والثمار هي بعضها يشبه بعضا، يتقارب في الأوصاف، والبعض الآخر لا يشتبه إليه، لونه مغاير ومذاقه مختلف، والناس ينتفعون بالجميع، يقتاتون ويأكلون وينعمون. ثم قال ربنا عز وجل: انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. هذا أمر، فعل أمر يفيد الوجوب، ربنا يقول انظروا، هنا النظر المقصود به التفكر والاعتبار، انظروا أيها البشر إلى خلق الله، انظروا إلى الثمار وإلى الأشجار وإلى النخيل وإلى هذه الأراضي التي كانت جدباء، ثم ربنا جعل فيها أشجار وخيرات وطعام وزروع وكروم غير متناهية، انظروا إليها وقت اطلاعها ووقت نضجها وإناعها، في كل ذلك آيات وعبر مباركة من عند الله. ثم ختم ربنا للمقطع فقال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، يعني أن كل هذه الأشياء التي ذكرتها لكم هي آيات مثل آيات القرآن، لأن الله تعالى لماذا يسرد كل هذه القضايا المرتبطة بالكون وبالوجود؟ لأن المشركين رفضوا آيات القرآن لما تلاها عليهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن ذلك إلا سحر يوتر، أي سحر يؤثر، ورفضوا وقالوا هي أساطير الأولين.
فربنا قال: ما دمتم لم تقتنعوا بآيات القرآن سأدلكم على آيات الكون الدالة على وجود الله وعلى صدق القرآن وعلى أنه من عند رب العالمين وعلى صدق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، أي أن الذي ينتفع بهذا الاعتبار والتفكر والتدبر ليس كل الناس، فقط لقوم يؤمنون في قلوبهم نور الإيمان وعندهم رغبة في التوصل إلى حقائق الرحمن. أما المستكبرون والمعارضون فهؤلاء ربنا يجعل في قلوبهم غل ويجعل في أبصارهم غشاوة والعياذ بالله. نلاحظ أيها الأحباب الكرام من خلال هذه الآيات أن الله عز وجل يعطينا مجموعة من الانطباعات، وهو أننا علينا أن ندرك رحمة الله التي تتجلى في كل مخلوقات هذا الكون. فلما سرد الله تعالى وقال فالق الحب والنوى وذكر البحار وذكر النجوم التي يهتدى بها في الظلمات وذكر كل هذه المظاهر من الزروع والكروم، كل هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الله تعالى لما خلق الكوكب الأرضي وخلق الكون جعل فيه علامات الرحمة تتجلى فيه صور الرحمة، الظلمات في الليل والنور في النهار، تصوروا هذه نعمة، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، هذه رحمة. لو أن الله جعل الليل سرمدا أو جعل النهار سرمدا كيف سيكون حال البشرية؟ لو أن الله أمسك المطر من السماء، لو أن الله تعالى أمر الأرض لكي لا تنبت، لو أن الله تعالى جعل الطعام والزروع والكروم والثمار مرة، ماذا سوف نأكل؟ إنها رحمة الله الواسعة. ثم إنه قدرته المطلقة تظهر متجلية في هذه الآيات، قدرة الله تعالى ليس لها حدود تقف عندها، سواء في الأمور الدقيقة أو العظيمة، قدرة الله في كل مكان. فهي هذه الآيات تدل على أن الله تعالى هو الخالق، إنها فيها دليل الخلق، أن الله تعالى في كل مخلوق من مخلوقاته دليل على وجود الله، وهو القائل: بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. لما نتأمل في هذه الآيات البينات في هذا المقطع من سورة الأنعام وربنا يعطينا مظاهر الكون، نرى دليل العناية والإحكام والإبداع، نرى كل مخلوق من مخلوقة الله فيه آثار العناية الربانية وفيه نظام متكامل وإتقان وإبداع. من يقف وراء هذا الإبداع؟ طبعا وراءه خالق مبدع متقن حكيم عليم خبير، هو يفصح عن نفسه، هو الله جل جلاله. لهذا قال سيدنا موسى: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني كل شيء أعطاه الله تعالى مقدر وفيه أدوات العيش والحياة والنمو والاستمرار، وسبحانه وتعالى. وهذه الآيات أيضا أيها الأحباب الكرام فيها نعمة من النعم الإلهية، نعمة الطعام خصوصا. هذه الآيات ربنا يلفت البشر الذين يجادلون والذين يرفضون الدين ويقولون إن هو إلا أساطير الأولين، ويرفضون القرآن ويقولون بأنه لا يصلح لهذا الزمان. الله تعالى يلفت في هذه الآيات البينات إلى بعض التجليات من نعمه التي لا تعد ولا تحصى، من بينها نعمة الطعام. فالطعام لولا المطر ولولا التربة ولولا المناخ والحرارة والزروع والكروم ما عشنا، الجنس البشري سيتعرض إلى الانقراض إذا لم يأكل طعاما، وربنا جعل هذا الطعام دال على وجوده، دال على حكمته، دال على رحمته، وهو القائل: فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شأقنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا
وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وأكثر من الطعام ربنا جعل الأنعام، هذه الأنعام، هذه الأبقار والمواشي وغيرها من الأنعام، قال خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. خلقها لكم، كل هذه المخلوقات خلقت لنا نحن بني البشر، لكم فيها دفء، فمن أصوافها وأوبارها نصنع الألبسة والأنسجة، فيها دفء ومنافع، منافع كثيرة، صناعات متعددة، ومنها تأكلون، رحمة الله الواسعة. وهذا الكروم والثمار والخضروات والفواكه، من الذي أوجدها؟ ربنا يلفت الانتباه، لأن الناس يقعون في الغفلة، يغفلون عن عطاء الله، يغفلون عن كرم الله، ويقول أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. لو شاء ربنا عز وجل لطمس كل هذه الخيرات وبقينا في مشاعة وفي حطام والعياذ بالله. لهذا كان الأنبياء وكان المرسلون مكرمون، لماذا؟ لأنهم يذكرون نعم الله عليهم، وكانوا دائما يظهرون دلائل ربوبية الله. فهذا إبراهيم الخليل كان يقول الذي خلقني فهو يهدين، وهو الذي يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين. فالطعام هو من عند الله، والسقاء من عند الله. ولو أننا نقوم بمجهود أننا نزرع ونقوم بالفلاحة ونشتري في الأسواق، ولكن المعطي الحقيقي هو الله تعالى، هو الذي أوجد، وهو الذي هو يطعمني ويسقين. لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بأن من كان عنده طعام ليوم واحد فقط فقد أعطاه الله النعيم كله. كان يقول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لهذا علينا أيها الأحباب الكرام لكي نحافظ على هذه النعم من طعام وشراب وأرزاق، كيف نحافظ عليها؟ فقط بشكر النعمة. إذا شكرنا النعمة فإنها سوف تدوم وتدوم، وإذا لم نشكر النعمة فسوف تزول. ربنا قال وإذ تأذن ربكم لكن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يحكي لنا ربنا عز وجل عن أمة وعن قوم وعن مجتمع، ربنا أكرمهم بالخيرات، أعطاهم التمور والزروع والكروم، وأعطاهم الأنعام والبهائم وكل شيء، وأعطاهم الأمن والأمان والسلم والسلام، وأعطاهم الخير كله، لكنهم لم يشكروا نعمة الله، بل إنهم أعرضوا وكفروا بأنعم الله. ماذا كان النتيجة؟ النتيجة أن الله تعالى سلط عليهم البلاء فسلبهم النعم. الصالحون يقولون نعوذ بالله من السلب بعد العطاء، نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. قد يعطيك المولى عز وجل نعيم ثم يسلبه منك، وهذا مجرب. تصور أن النعيم الذي عندك لا تحمد ربنا عليه ولا تشكره قد يسلبه منك، وآنذاك ابكي، ابكي وستبكي وحدك. يحكي القرآن الكريم عن قرية أعطاها الله هذا النعيم لكنها رفضت. قال جل جلاله وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع، تصور الجوع، لم يصبهم الجوع بل لباس، صار كأنه لباس لهم من شدة الجوع المرتبط بأجسادهم. أذاقها الله لباس الجوع والخوف، يعني لما وقع الجوع سيكثر الإجرام وتكثر السرقة ويكثر الاعتداء ويكثر الذين يعتدون الناس في الطرقات ويسلبون أموالهم، لم يعد هناك أمن. ربنا قال عن هذه القرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني الفتوحات من كل جانب،
الخيرات من كل جانب. عوض أن تشكر الرب عز وجل على هذه النعم، هي غيرت وبدلت. فصاحب الأمر مالك الملك سلب منها هذه النعمة، فنسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم. إن زوال النعم مرتهن بالكفر والعناد وعدم الشكر، وحفظ النعم من الزوال طبعا مرتهن بطاعة الله تعالى وشكره، وأن ننفق منه ما أعطانا المولى نوسع به على الآخرين. بعد ذلك يقول المولى جل جلاله في تتمة هذه الآيات من سورة الأنعام، قال جل جلاله: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا المقطع من الآيات من سورة الأنعام نزل على مشركي العرب. مشركو العرب كانوا يعتقدون اعتقادات فاسدة كثيرة ومتعددة، من ذلك أنهم كانوا يؤمنون بالجن، والجن كما هو معلوم مخلوقات خلقها الله عز وجل في مقابل الملائكة. الملائكة مخلوقة من نور، والجن خلقوا من نار، ولهم أشكال مختلفة. فأبونا آدم، نحن البشر خلقنا من طين، الله خلق آدم وخلق له زوجة هي حواء، لكن الجن أبوهم الأكبر هو إبليس، ما عندهم أم. الجن ما عندهم أم، عندهم فقط أب وهو الشيطان. وكيف ولدوا؟ ربنا جعل لإبليس في رجليه في أحدهما ذكر وفي الرجل الأخرى فرج، فكان يأتي نفسه وبالتالي يلد. وهؤلاء الجن أشكال وأصناف، فيهم المؤمنون الصالحون المتقون الذين قال فيهم المولى عز وجل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمن به. هؤلاء المؤمنون الصالحون الصادقون. وفيهم المجرمون والكفار والذين يؤذون وما أكثرهم، فيهم علويون وسفليون وأرضيون، وهم قبائل بني الأزرق وبني الأصفر، وفيهم من يزحف على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، ومنهم من يطير في السماء، ومنهم من يغوص في أعماق البحار. هم أشكال وألوان وعندهم قدرات خارقة. العرب قديما كانوا يتعاملون مع الجن، وادعوا بأن الجن لهم قدرة على الخلق وعلى تدبير شؤون الناس، لهذا أشركوا بالله الجن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. وقيل أيضا نزلت في بعض الزنادقة أنهم أثبتوا الشركة لإبليس في الخلق، فقالوا: الله تعالى خالق النور وخالق الفضيلة وخالق الناس والدواب والأنعام، أما إبليس فخالق الظلمة والشر وخالق السباع والحياة والعقارب. هكذا اعتقاد قديم عند الأساطير الإغريقية والأساطير الرومانية، يعتقدون بأن هناك إلهين: إله الخير وإله الشر. إله الخير هو إله النور وإله الفضيلة، أما إله الشر يسمى إله الظلمة وإله الضرر. فهذا من الخرافات والأساطير القديمة. فبعض الناس كانوا يعتقدون بأن هناك شركة بين الله تعالى وبين إبليس، فقوله تعالى: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، يعني أن إبليس والله تعالى لهم شركة. فربنا استكبر هذا الأمر وأنكر عليهم، لأن المشركين من العرب كانوا يدعون هؤلاء الجن ويعبدونهم ويعتقدونهم بأنهم يؤثرون في حياتهم، وحتى في عصرنا هذا وفي كل عصر. هذا الأمر غير مختص
عربي المشركين أو مشركو العرب اللي كانوا أيام زمان، هو في كل عصر، حتى في عصرنا هذا عصر الذرة والمجرة والتكنولوجيا، هناك أناس يؤمنون بالجن ويعبدونهم ويدعونهم ويقدمون لهم القرابين ويعقدون لهم المواسم ويقيمون الذبائح والليالي الحمراء ويلتمسون منهم العطاء، وموسيقات ورقص ودبح وتلطيخ دماء موجود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل البلاد. فهذا الأمر رغم أنه ربنا يتحدث نزل على مشركي العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما زال هذا الاعتقاد سائدا. ثم قال ربنا عز وجل وخرقوا له بنين وبنات. كلمة وخرقوا لم يقل ربنا وخلقوا أو حاولوا أن يجعلوا، بل استعمل كلمة الخرق للدلالة على تجاوز القانون وتجاوز النظام وتجاوز السنن الكونية والإلهية الثابتة. كلمة الخرق تستعمل في الإنسان الذي يقيم الفوضى والعبث ويخرق القوانين ويخرق الأنظمة، لهذا قال ربنا عز وجل وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، لأن هناك من ادعى أن الله له البنين وهناك من ادعى أن الله له البنات. الذين قالوا بأن الله له البنين ذكره اليهود لما قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا بأن المسيح ابن الله فهم ادعوا أن الله له البنين، مشركوا العرب قالوا الله له البنات وقصدوا الملائكة أنهم بنات الله تعالى. فقال ربنا عز وجل كل هذا بغير علم، لقد خرقوا كل هذا الكلام بغير علم، وكان ربنا يقول لهم هل شهدتم زواج الله مع زوجة؟ هل شهدتم ولادة هؤلاء المدعين؟ أين مستندكم يا من خرفتم وخرقتم له البنين والبنات؟ هل شهدتم بحواسكم زواجا أو ولادة؟ هل شهدتم بعقولكم إمكانية هذا الزواج وتلك الولادة؟ فربنا ينزه نفسه عما افتراه عليه هؤلاء المشركون ويقول سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يصفون. الله منزه عن كل هذا، ربنا هو الموصوف بكل كمال، ربنا المنزه عن كل نقص، ربنا البعيد عن كل آفة وعيب. كلمة سبحانه فيها تنزيه، وتعالى زيادة التنزيه. سبحان الله، العلماء يقفون عند هذه الأسماء من أسماء الله الحسنى ووجدوا فيها إعجازا رقميا، ما يسمى بالإعجاز الرياضي والرقمي في القرآن كثير. فكلمة سبحانه تكررت في القرآن الكريم، وكلمة تعالى تكررت، مرة تأتي سبحانه منفردة كقوله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه وهو الغني، سبحانه مرة واحدة منفردة، وتعالى أيضا تأتي منفردة أحيانا كقوله تعالى فتعالى الله الملك الحق، فتعالى الله الملك الحق، أحيانا تأتي مركبة، تأتي سبحانه مع تعالى كقوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. العلماء لما جمعوا هذه الكلمات المباركة سبحانه وأيضا وتعالى مفاجأة، وجدوا بأن كلمة سبحانه تكررت في القرآن 14 مرة، وكلمة تعالى أيضا تكررت في القرآن 14 مرة بنفس العدد. فسبحان الله، هذا باب كبير يسمى باب الإعجاز الرقمي أو الرياضي في القرآن، ربما قد نفرد له حلقات خاصة فيه مسائل غريبة جدا يثبت بأن القرآن لا يمكن أن نضيف كلمة أو نغيرها بأخرى سيختل النظام الرقمي. فالقرآن كتاب رقمي، ويوم القيامة قال ربنا عز وجل كتاب مرقوم يشهده المقربون، مرقوم أي رقمي نيميريك سيكون يوم القيامة. بعدها قال سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض، بديع هذا أيضا اسم آخر من أسماء الله الحسنى البديع. معنى بديع السماوات والأرض أي أن الله خالق السماوات ومتقن صنعتهما على غير مثال سابق،
ربنا هو البديع، لما خلق أبدع وجعله دقيق وجعله منفرد. لهذا البديع يقال بأنه اسم من أسماء الله الحسنى، لأن فيه الإبداع. لو تنظر إلى الكون سترى بأن كل شيء يدل على أنه الواحد، وكل من رأى هذا الإبداع سوف يقول لا إله إلا الله ويخرون لعظمة الله ركعا وسجدا. ربنا يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، هذا إبداع، دليل على جلال الله. أجمل رحلة وأحلى رحلة في الوجود هي رحلة التأمل في بديع صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالبديع أبدع هذا الكون وضع فيه دلائل وعجائب وروائع تدهش العقول وتذهل الألباب. انظر إلى أعماق البحار حيث الحيتان أشكال وألوان، أمم أمثالكم. انظر إلى الغابات والبراري، تجد هناك حيوانات غريبة أشكال وألوان. في السماء طيور، أمم أمثالكم أشكال وألوان. والأراضي والأنهار والسماوات والأفلاك، سبحانه. هذا كله تدل على دلائل قدرة الله وعجائب صنعه، فهو البديع جل جلاله. أحدهم سئل هل رأيت الله تعالى؟ قال نعم رأيته. قال كيف رأيت الله؟ قال رأيته في بديع خلقه وفي تنسيق ملكه وفي عظيم سننه التي تسير الكون وتحرك الأفلاك وتنظم البحار والرياح. رأيت الله، رأيته في هذا النعيم. وسيدنا النبي قال تفكروا في خلق الله تهتدوا، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا. لهذا قال الشاعر فيا عجبا كيف يعصي الإله، كيف يعصى الإله أو كيف يشهده الجاحد، ولله في كل تسبيحة وفي كل تهليلة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد لا إله إلا الله. هذا هو الله جل جلاله المبدع البديع. اسم البديع اسم فيه دعوة إلى التفكر والنظر والتدبر والتأمل في كل ملكوت الله، في النجوم والغيوم، وفي الليل والنهار، في الربيع والخريف والشتاء والصيف، في الجبال، في الطيور، في الفراشات، في الزهور والأنهار، في الأمطار، في الهواء، في السماء، في الرمال، في التلال، في البحار، في كل شيء، يا سبحان الله. وهذا البديع أن الله سبحانه وتعالى جعله مفتاحا للدعاء. مرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويدعو باسم البديع، يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سأل صاحبكم هذا بسم الله الأعظم، سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، اسم البديع. وغيره اسم الباسط يبسط الرزق، ذو الجلال يعطيك الله الهبة بين الخلق، اللطيف ربنا يلطف بك، الجواد يجود عليك من عطائه، الكريم يكرمك، القوي يساندك ويعطيك المدد. هذه الأسماء غريبة جدا، فيها أسرار إلهية. إن شاء الله سنفرد لنا الحديث عن أسماء الحسنى وأسرارها. ثم قال بعد ذلك بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا استنكار، كيف تدعون بأن الله عنده ولد وهو سبحانه لا زوجة له؟ كيف يكون له سبحانه تعالى وهو الصمد تكون له زوجة أو صاحبة، وهو الغني عن مخلوقاته وكلها فقيرة إليه، كل المخلوقات مضطرة إلى الله تعالى وربنا هو الغني. لو كان لله ولد سيكون من جنس والده، سيكون أيضا له الألوهية وله القدرة على الخلق. ولو كانت له صاحبة فربنا عنده حاجة إلى المرأة وربنا غني عن كل ذلك، وهذا محال على الله تعالى أن يتخذ صاحبة أو ولدا، وأبعد من ذلك. فربنا عز وجل ما عنده صاحبة ولا ولد، وما عنده أخ ولا أخت ولا قريب أبدا. مرة بعض الصحابة
سألوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله انسب لنا ربك. اجتمع المشركون وقالوا: يا محمد انسب لنا ربك. فأنزل الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. معنى الله هو الصمد أي أنه غير محتاج إلى غيره، ليس له ولد، هو سبحانه وتعالى إن كان عنده ولد سيموت، وإن كان يموت سوف يورث، وربنا لا يموت ولا يورث، هو الوارث سبحانه وتعالى. لهذا حتى الجن لما سمعوا دعوة بأن الله له ولد حتى هم قالوا هذا شطط وإفراط كبير. سمعوا بعض الأقوام يدعون بأن الله له ولد، كما قال ربنا عن مؤمني الجن، المؤمنون الصادقون من الجن، ماذا قالوا؟ وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. أي من يقول هذا الكلام سماه سفيه، وربنا عز وجل استنكر أقوام يدعون بأن الله له ولد. فلماذا وقع تغيير اليهودية وتغيير النصرانية؟ الفرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية أن الإسلام يقوم بتنزيه العقيدة، تنزيه المولى، لكن اليهود وقعوا في خطأ، ادعوا بأن الله له ولد وقالوا بأن العزير هو ابن الله. النصارى أيضا وقعوا في خطأ وادعوا بأن المسيح ابن الله. العزير كما تعلمون جميعا هو رجل صالح من بني إسرائيل، وقيل من أنبياء بني إسرائيل، وهو معظم عند اليهود، ومن أسباب تعظيمه أنه حفظ التوراة، لأن الله عز وجل أماته 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبث؟ قال: لبث يوما أو بعض يوم. قال: بل لبث 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس. هو آية للناس، كما أن المسيح ابن مريم آية للناس. فلما رجع إلى اليهود وقد غاب عنهم 100 سنة، رآهم قد ضيعوا التوراة وضيعوا شريعة موسى، وهو كان يحفظها عن ظهر قلب، فرواها عليهم وجمعوا شتات دينهم، ومن ثم بالغوا في حبه وتقديسه وادعوا بأنه ابن الله. وكذلك النصارى لما قالوا بأن المسيح ولد بغير أب ودارت عليه كرامات ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، قالوا بهذا هو الله. لهذا قال ربنا عز وجل: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يوفكون. المشركون قالوا الله له البنات، هم الملائكة يجمعهم حوله بنات، لكن اليهود والنصارى قالوا الله له ذكور. ومن ثم ربنا عز وجل استنكر على كل الأقوام، كل الديانات، جميع الديانات فوق الأرض كلها عندها شرك في العقيدة، إلا الديانة الإسلامية فيها التنزيه وفيها وحدانية الرب جل جلاله. لهذا كل ما عدا الدين الإسلامي باطل. يكفي أن في العقيدة، انظروا إلى الهندوسية، إلى الزرادشتية، إلى المادوية، إلى المزدوكية، إلى البراهمية، إلى الصابئة، إلى كل الديانات، حتى الفلسفية التي تنسب لكونفوشيوس ومنوشيوس وغيرهم، كلهم عندهم تصور سيء للألوهية، إلا الإسلام وحده. ربنا وضع في القرآن صفات المولى عز وجل، كما قال الله تعالى: وقالوا اتخذ الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الله تعالى لم يلد ولم يولد، السماوات والأرض والجبال جميعهن أكبر بنيان من الإنسان، فكان السماوات أن يتفطرن
وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، كل هذا بسبب ادعاء أن الله له ولد. ثم ربنا يختم ويقول بعد ذلك وهو بكل شيء عليم، لما يذكر كل هذه الصفات عنه سبحانه وتعالى يقول بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء. خلق كل شيء، كل ما في الوجود له خالق واحد. لا نقول بنظرية التطور عند داروين، ولا نظرية الفيض عند ابن سينا، ولا عند الفارابي أو غيره من العلماء، بل الله وحده خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم، أي أنه مطلع على كل شيء، ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصلداء. فربنا عز وجل كل شيء يدل هذا الكون لنجتمع عليه من نظام تام وخلق باهر، يدل على سعة علم الخالق وكمال حكمته. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالله خلاق، فالله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. هنا يختم ربنا عز وجل يقول المقصود من كل هذه المقدمات أن نخلص إلى خلاصة، وهي أن نعتقد بأن هذا الكون له خالق وله إله واحد وليس له شريك، وعلينا أن نعبده. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي إذا استقر وتمت هذا في قلوبكم فاعبدوا ربكم وأخلصوا لله الوجه واقصدوا به كل أعمالكم، فهو المقصود من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. ثم بعد ذلك يقول ربنا سبحانه وهو على كل شيء وكيل، هذا اسم آخر من أسماء الله الحسنى، الوكيل. الوكيل اسم عظيم من أسماء الله الحسنى، فيه عظمة وفيه بركة وفيه نور. ومعنى الوكيل أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي كل شيء تحت وكالته وحول تدبيره. فربنا هو المتصرف في كل شيء، خلق البشر وهو الذي ليس عنده الخلق فقط بل التدخل، لأن بعض يقول ربنا خلق وانتهى، خلق البشر وانتهى. لا، الله تعالى هو كفيل بأرزاق العباد وقائم عليهم بمصالحهم. ربنا يتدخل في حياتنا في كل كبيرة وصغيرة، وهو وكيل علينا جميعا. ومن وكالته أنه توكل ببيان دينه، وأنه أرسل الرسل والأنبياء وأنزل الكتب، وجعل الوكيل أنه إذا توكلت عليه حسن التوكل فإنه يعطيك، وأنه يفتح لك أبواب التيسير. سيدنا النبي كان يقول يوميا قبل أن ينام، كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وعليك توكلت. فكان يتوكل على الله وحده لا شريك له، يعلم بأنه الخالق وأيضا المتصرف في شؤون الخلق، وهو المتصرف في شؤون البشر وفي كل كبيرة وصغيرة. ربنا معنا. أحد الصالحين جاء عنده شخص آخر ورآه بأنه قريب من الحاكم، فقال له هل يمكن أن تكلم لي الحاكم ليقضي لي حاجة؟ فسر هذا الرجل الصالح يبكي، قال له لما تبكي؟ قال يا أخي اقصد الله في أمرك تجده سريعا وقريبا، فإني ما ظهرت أحدا في أمر أريده إلا على الله عز وجل، أجده كريما قريبا لمن قصده وأراده وتوكل عليه. كان الصالحون يحذرونك من أنك تذهب عند أصحاب الأمر وأصحاب الحكم وتطرق أبوابهم وتطلب منهم المساعدة وتطلب منهم قضاء الحوائج، إياك أن تفعل. إذا أردت أن تطلب فاطلب من الوكيل. من هو الوكيل؟ هو مالك الملك، هو مدبر الخلق، وهو على كل شيء قدير. الله تعالى على كل شيء قدير. لكن هذا التوكل إذا أردنا أن يكون في قلوبنا ونستشعر بالوكيل، كلما عظمنا دين الله
وكلما زدت التقرب إلى الله ربنا يزرع عنصر التوكل في قلوبنا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن شق عليه الأمر فعليه أن يقول كلمة فيها مفتاح السر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هي كلمة عظيمة جدا، معناها أن الله كافينا، الله تعالى يكفيك رزقك، يكفيك شؤون حياتك، هو نعم الوكيل، نعم المولى ونعم الوكيل. وربنا قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فكل من توكل على ربه ربنا يعطيه. سيدنا إبراهيم الخليل لما أرادوا أن يرموه في النار ماذا كان قال؟ كان يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال ربنا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. أراد النمرود الحاكم الطاغية أن يحرق إبراهيم الخليل، لم يكن عند إبراهيم وسائل مواجهة سوى هذا الذكر: حسبنا الله ونعم الوكيل، يستمد القوة من عند ربه جل جلاله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الأحزاب، وكان المشركون وضعوا أيديهم في أيادي بعض واتفقوا على أن يضربوا المسلمين ضربة واحدة، فكما قال الله تعالى: إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم، فاجتمعوا. ماذا قال النبي الكريم؟ قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فقال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فهذه أيها الأحباب الكرام فيها فائدة. نحن في الحياة عندنا مشاكل ونواجه صعوبات، هناك من في صراع مع نفسه، هناك في صراع مع أولاده، هناك في صراع الأزواج فيما بينهم، صراع في العمل، صراع في الشارع، صراع في الشركات، في المحاكم، في الضيعات، في كل مكان صراع. وإذا أردت أن تكون من الفئة المنتصرة، من الفئة المباركة، من الفئة المرحومة، عليك أن تتمسك بحبل الله وتنادي: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الكلمة المباركة هي تطلب لقضاء المنافع ودفع المضار. فحسبي الله هي لجلب النعماء ولدفع الضر والبلاء ودفع السوء. فإذا ظلمت فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ابتليت فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ضاقت بك السبل ولم تجد من يقدم لك يد المساعدة فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا كنت بريئا والتصقت بك تهمة وعجزت عن إظهار الحقيقة فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا اجتمع القوم على أن يؤذوك ويظلمونك وأنت وحيد قل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا أغلق عليك أي باب من الأبواب لا تبكي ولا تحزن ولا تقلق وقل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا تعسرت عليك أمور الحياة قل: حسبي الله ونعم الوكيل. وإذا ضاق فهمك وتعسر إدراكك في الدراسة وفي التصرف فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. ومن قال حسبي الله ربنا قال: سوف أكفيك شأنك ومؤونتك ويقضي الله حاجتك. فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين، اللهم حبب إلينا الإيمان، اللهم زينه في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. قولوا معنا جميعا آمين آمين يا رب يا كريم. والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.